يتنفس ويساعد حدا تعبان. قرشك على قرشي وقرشه بصيروا عشر دنانير، عشرة وعليهم عشرة بنعمل فيهم خير كتير. فيكم خير فيكم نحنا منكم، فيكم فيكم خير فيكم فيكم آه. فيكم خير فيكم نحنا منكم، فيكم فيكم خير آه. فيكم خير فيكم نحنا منكم، وفيكم فيكم خير فيكم فيكم. في كتير ناس بيفكروا أن المتسولين اللي بالشوارع هم المقصودين في الآية الكريمة وأما السائلة فلا تنهار، صدق الله العظيم. بس هذا الحكي كتير غلط، لأنه هاي مهنة لكتير من الناس والعصابات. أثبتت التحقيقات إنه هذه مهنة لها أساليبها ولها مواسمها ومربحة كتير، بس قديش مربحة بالضبط مش عارفة. بس اليوم عبود رح يحكي لنا قديه مربحة ورح يعرفنا في الموضوع. اللي بطلع من خاطرك الله يعطيك. اللي بطلع من خاطرك الله يخلي لك ولادك. اللي بطلع من خاطرك اللي بطلع من خاطرك الله يخلي لك ولادك. اللي بطلع من خاطرك عبود شاطر كثير ولهلا ولا حدا كشفه، ما بتخيل انه في حدا رح يكشفه. الله يخلي لك ولادك. اللي بطلع من خاطرك اي شيء بطلع من خاطرك. اللي بطلع من خاطرك اي شيء والله طفران. لا تصدق بس طفران، شكله مستمتع بشغله التسوق. على جوري بخاطرك. اللي بطلع من خاطرك اي شيء شيل البريز. على جوري بخاطرك. يتنفس ويساعد حدا تعبان. قرشك على قرشي وقرشه بصيروا عشر دنانير، عشرة وعليهم عشرة بنعمل فيهم خير كتير. فيكم خير فيكم نحنا منكم، فيكم فيكم خير فيكم فيكم آه. فيكم خير فيكم نحنا منكم. أشوف قدي جمعت. أشوف هدول ثلاث دنانير، خمسة وربع، خمسة وثلاثين، ستين، تسعين. يعني تقريباً جمعت خمس دنانير في نص ساعة، يعني في الساعة عشر دنانير. يعني إذا واحد بده يشتغل في دوام النظامي عشر ساعات وساعة بريك، يعني عشرة عشرة ضرب عشرة مية دينار ضرب ثلاثين بالشهر كم؟ 3000 دينار. واو. هلا هدول الفلوس اللي احنا جمعناهم احنا مو بحاجتهم، والناس اللي اعطوه هدول المصاري اعطوه اياهم على اساس انه هو محتاج، وبما انه احنا مش محتاجين فاكيد رح نعطيهم لحدا محتاجه. هاي الفلوس اللي جمعهم عبود لما كان قاعد عم يتسول، فلازم نعطيهم لحد عن جد محتاج. فجيت عند بوكس للتبرعات، وهذا الصندوق تاع التبرعات من جهة موثوق فيها بنقدر نحط فيها مثلا. لما بدنا نتبرع في كتير صناديق للتبرعات موجودة كل مكان نقدر نتبرع فيها، وفي كتير مؤسسات موثوق فيها.
عبود انت تسولت نص ساعه وجمعت فيهم 5 دنانير وفوق هيك ومعهم اكل وفواكه، جيت شربت عصير ومي وريحت ورجعت تسولت لمده 10 دقائق، كم جمعت فيهم؟ دينار مستقريب. طيب احكي لي شو رايك في التجربه؟ التجربه جميله بس في ناس بتعاطف معك بشكل حلو وبصدقك. اوكي، يعني في ناس فكروا انك عن جد محتاج. اه عبود قدر يجمع هذا المبلغ وهو مو خبرة في الموضوع وأول مرة بحياته يتسول، فما بالكم الناس اللي بيمارسوا هاي المهنة كل يوم أو بيستغلوا ذوي الإعاقات، بيستغلوا ذوي اللي حدا عنده تشوه أو إشي زي هيك. بس علشان نعرف هدول الناس كيف بيشتغلوا رح نعمل تجربة تانية بس أخطر شوي. أوكي؟ هلا اجى وقت التجربة الثانية وهي كثير صعبة وابدا مش سهلة وخطيرة شوي، بس لا تخاف احنا حنضلنا حواليك وان شاء الله ما بيصير اشي. اوكي؟ الله يعطيك، الله يجر لي خاطرك، الله يعطيك، الله يعطيك. ما داروا الله يسلم، روح من هون، تأشر تأشر تأشر، روح من هون، روح على عناد شاي عم ما عاد تقبل الوقت، رح موقف هنا. اه على الشارع دي روح، ما بحب اروح داش حدا. لا روح هنا. شارتكي هي؟ اه شارتكي؟ شارتي انا طول صار لي 4 سنين انا واقف. وداش حدا؟ لا دش حدا. هلا بشوف، هلا اشوف. الله يعطيك، الله يعطيك. خليك ادخل حمار، روح اشتغل. الله يعطيك. اي والله. اي مضبوط بيحكي. دش حدا. لا روح اشحد هناك، يلا. زين عندك ثاني. لوين؟ يلا روح انقل غلط بالشبشب بدروح، يلا روح انقل. شوف هذه الشارع؟ ايه؟ هذا. اه هذا رح اشتغل هون ليك كويس بيعطي. لا انا بدي اشتغل هون. ايه اشتغل. لا هون بدي اشتغل. شو تشتغل؟ ايش المثال؟ ايه ليش عندك مانع يعني؟ عندك مانع؟ لا نحن ثلاثة مش انا. لا مش كل المتسولين اشرار، في منهم ناس هيك محترمين وعندهم اسلوب راقي. هاي اجت حكته بالهداوة وروح هناك اشحد عشان احنا هون ثلاثة عشانك يعني عشان مصلحتك. وين ساكن؟ انا اسكن بالشارع، ابوي طردني. ليش طردني؟ قال لي يضرب بينا، لو هو سكران يضربنا، طردني. يلا روح دم. الله يعطيك. وين تنام؟ انا بالشارع اي مكان لقينا. لا مو على الشرطة، خليهم يودوك على مكان التنمية الاجتماعية وتوكل وتشرب ونايم. قديش هدا؟ هسه شو؟ نعم والله بس رجع. اي عرفوا نعم. يعطيك العافية عبود. الله يعافيك. احكي لي شو صار معك اليوم مع المتسولين؟ في ناس ما منهم ما قبل وحكى هاي منطقتي ما بصير تشتغل فيها وضربني وطردني. في حدا ضربك؟ اه في حدا ضرب، في عجة ضربتني بالعكاز وقالت لي روح هاي منطقتها. والبنت الثانية؟ سبت علي وقالت لي إذا تيجي هون راح أكسر رجلك. أوكي، وفي ناس سمحوا لك بس كيف؟ سمحوا لي بعد يعني بعد ما عانيت معهم كثير وترجيتهم وقلت لهم مثلا قلت لهم أنا بدي أنام عندكم، حكوا لي لا بتشحد وبتنقلها بتروح. وغيره في كمان أنا شفت ثلاثة قالوا لك كأنه روح اشحد هناك زي هيك. في حجة قالت لي روح هنا هون ثنتين وصارت تقول لي إنه صارت تطمع فيا تقول لي إنه في غاد ناس أكثر روح غاد مشان أروح أنا وتفضل هالمنطقة لها لحالها. إحنا كلنا بنعرف إنه المتسولين عبارة عن جماعات وعصابات، ومع هيك العاطفة بتغلبنا بين فترة وفترة ونعطيهم مساري بنية الصدقة، لكن اللي بده يتصدق في كتير ناس أحوج للصدقة وفي ناس أصلاً محتاجين للصدقة، بس أكيد ما رح نلاقيهم عم يشحدوا على الإشارات، بس نحط شوية جهد أكتر من هيك وندور عليهم حنلاقيهم.